السلام عليكم أصدقائي، كما كتشوفوا معنا جينا لكم الواد خاص حدا البحر. إذن هذا واد حدا البحر كما كتشوفوه، اللهم بارك. واد ماشي سهل، واد صعيب. نتمنى الإعجاب ديالكم، نتمنى البارتاج ديالكم أخوتي، واللايكات والاشتراك. هذا واد خاص في أكادير، فيضان ديال بصح كما كتشوفوا. أدوات أخيرا جينا في الوقت المناسب، حيت داز قبيلة، داز بقوة قبيلة. هذا واد ديال أكادير، ها هو كما كتشوفوا، واد خيالي. هاد الماء، هاد الفيضان كيدير البحر كما كتشوفوا، البحر من هذا الاتجاه بشكل، وباقي مستمر الشتاء حاليا، كتوجدوا في لاكورت. اذا هذه فرصه ما باش نصور لكم هذه الاوديه، واخا مع الاسف الشديد توقف لينا الربح في القناه ديالي الاولى مع الاسف. لو كان الربح، لو كان غادي تشوفوا افضل اوديه خاص في المغرب عامه، نقولوا اكادير، تالودان، تيزنيت، مراكش، ولكن مع الاسف الشديد كما كتشوفوا حاليا كنصور لكم الا بالهاتف. الكاميرا كاع ما تشوفش معايا الكاميرا، حيت ما عارف الكاميرا كنصور الا كان الربح فقط. وفي نفس الوقت كما كتشوفوا اجواء رائعه جدا، نتمنى الاعجاب ديالكم، ونتمنى الاخوان الاشتراك في القناه. هذا السيول، هذا فيضان، فيضان ديال اكادير. حاليا بعد الاوديه غيجيبوا بزاف ديال الفيضان، خصوصا واد سوس. واد سوس غادي يجيب الفيضان بزاف. اذا نتمنى الاعجاب ديالكم، نتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. اللهم بارك. شوف، يا سلام، إذن عاصفة رعدية باقي مستمرة إن شاء الله غدا الاثنين. كاينة الشتا، وكاينة الشتا باقي بعد ساعات غادي تكون الشتا في أكادير كما كتشوفوا. فيضان، عاصفة رعدية في كل مكان. إذن بعد الناس كيجيو يصوروا هنا. إيوا أنا جيت في الوقت فاش وصل الواد، داز قبيلة، داز تماما. إيوا كما كتشوفوا هاد التيتيز، هاد الشي لي خص في هاد البرد، هاد التيتيز دابا بحال هاديك، بحال هاديك، هاديك التيتيزات تكون معاك خاص تعيش معاها. أوف 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 صدري، أوف أوف أوف، واش هادشي؟ أش داني نشوف فيها؟ مع الأسف بزاف، غير شوف شي واحد تجرح في الداخل مسكين، تجرح في الكبدة ديالو. الحب اللي دار لي هكا. لا ما عندوش الدواء، هو ما عندوش الدواء. ايوا الله يسهل عليه، ديوه معاه، الله يسهل عليه شي بنت الناس داويه، الله يسهل عليه شي بنت الناس داويه، داوي من هذاك الحب. سهل داك الشيء، مدة شهر غيداوى بإذن الله، شهر غيداوى، حيت هو يومين ثلاث أيام ما غاديش يداوى فيه بإذن الله، خصو شهر حتى شهرين يلا يداوى. أنا رأيي كاع ما غاديش يداوى بزاف، على ثلاث شهور ربع شهور. وشي وحدانيت ديال بصح، جيتي تيزانيت مليحة، حيت هو عشاق وملان. إذا نتمنى الإعجاب ديالكم، نتمنى الإشتراك في القناة، غير كنضحكو واحد شوية معاكم. إذا هاد الواد بعد قليل غادي يتزاد، واحد شوية غادي يتزاد. إذا نتمنى إن شاء الله يكون خير، أجواء رائعة، أجواء جميلة خاصة في أكادير. كما كتشوفوا هاد البارتيات كيجيبوهم الواد في شي بلايص، هاد الواد دا تحت المدينة، تحت المدينة. كما كتشوفوا هو هو كيتمتع بالأجواء الرائعة جدا، وبزاف كيتمتع بالأجواء الرائعة جدا، بزاف عزيز عليه هادشي. اللهم بارك، هادشي زوين بزاف.
لا كوت ملهيه وجينا لهاد الواد ما غاديش نمشيو نصوروا لكم واد سوس حتى الغدا راه ما يقدر غنمشيو لكم نصوروا لكم واد سوس واليوم غادي نصوروا لكم الا هاد الواد كما قلنا ما هو السبب بعد الناس غيسولوا علاش ما صورت الاوديه وتوقف الربح ملي كتوقف لك الربح راه ما كتخدمش مزيان بالمجهود حتى النسبه التفاعل ما غاديش يكون لو كان الربح لو كان وصلنا مليون مشاهده ديك الساعه كدير خدمه ديال بصح كتقاتل كتبحث كتشوف شنو هو الحل كدير الطاكتيك ديالك في الخدمه وكتنجح كما كتشوفوا الشميشه اللهم بارك هادشي رائع جدا هادشي زوين الاخوه الواحد الله يلا زوين بالله ايوا كما قلنا الواد من هنا هاد البلاصه كلها المساحه ديالو حيت داز قويله على حسب التجربه ديالي الواد وصل هنا هاد المكان كله وصلوا الفياضه تمام غادي نطول لكم الفيديو خاص ديال الواد حيت خصنا بعد ساعات خاص في القناه بعد ساعات اللي خصنا في القناه خصنا نطولو خاص في الواد نديرو فيه 8 دقائق ولا 9 دقائق اذا هادشي كامل غادي تبارطاجو ان شاء الله في القناه ديالي الجديده الجديد غادي تحط في القناه الجديده فقط ولا قدرنا شي حاجه نصوروها انا نحطوه في القناه ديال الاولى ديالي تاعي اللهم بارك كما كتشوفوا حيت الشتا جايه اخوتي الشتا جايه في الطريق ايوا اشتركوا في القناه ديالي تفعل الجرس باش يوصلكم ديما الجديد وساعدونا باش نوصلوا 1000 مشترك مباشره من لاكوت هاد الواد ديال لاكوت حيت جينا ديك الساعه لقيناه داز وهاد المره جينا تلاقينا معاه هادشي اللي كاين جينا في الوقت نتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم ديما الجديد ان شاء الله المزيد ديال الاوديه غادي نحاولوا نصوروا ان شاء الله ونبارطاجوا معكم اي حاجه جديده ان شاء الله خصوصا واد سوس ان شاء الله واد سوس هو غادي نصوروه وبعد الاوديه خاص نوح ديال اكادير نديروا المجهود ديالنا باش نشاركوا معكم اي حاجه جديده ان شاء الله في هذا الواد شكرا لكم تحياتي